الخلية من متوسطي الدخل. الجمهورية مصر العربية. كاملة المرافق والخدمات. كأحد أهم المشروعات على الإطلاق التي تساهم في حل المشكلة السكانية في مصر. عمل كبير يزيد من قوة العلاقات وإرساء جذور الصداقة والأخوة القائمة بيننا. النهارده احنا جايين نحضر حفل البروتوكول التوقيع ما بين القوات المسلحه والامارات لبناء 1,000,000 وحدة سكنيه لمحدودي الدخل. اعتقد ان الرساله ايجابيه جدا يعني، وبتبين انحيازات الدوله في الفتره القادمه رايحه فين. يعني كفايه بقى منتجعات سياحيه ما حدش بيسكنها، وكفايه شقق الاستثماريه ومئات الالاف من الجنيهات اللي المصريين مش قادرين يسكنوها. النهارده اعتقد انه الرساله واضحه انه ده لمحدودي الدخل، شقق لمحدودي الدخل، للشباب اللي محتاجين يشوفوا فرصه شقة نظيفة. يعني أظن أن توقيع البروتوكول المصري الإماراتي اليوم مجرد مثال مصغر للنهضة التي يمكن أن تقوم لو أننا أعدنا بناء تصوراتنا على الأساس التالي. الأساس الذي أقترحه هو التكامل بين الفوائد المالية الخليجية والفوائد البشرية المصرية، بين فوائد المال النفطي وبين الخبرات الفنية المصرية. المشروع كله تكلفته بحدود 280 مليار جنيه مصري، داخل فيها 40 بنك محلي وخارجي. نحن خلال 6 شهور إلى سنة حنأسس المكان. هو حيخلق الآن كيان شركة ما بين الجيش وما بين أرابتك. حيتقدم المواطن المصري من خلال بعد كده حنساوي استمارات. حيجي يتقدم المواطن المصري حيقول أنا عندي دفعة كم، رتبه كم. حنحول الموضوع ده للبنك، البنك حيديله موافقة، هو حيقول أنا عايز على 10 سنين، أنا عايز على 15 سنة، أنا عايز على 20 سنة. هل ده مرتبط بأي موقف سياسي تجاه مصر؟ لا مش مرتبط بأي موقف. اخترنا مناطق ننفذ فيها 17 منطقة مختارينهم مبدئيا. المساحة ما بين 85 و 95، حوالي 80 متر، حوالي 80-90 متر. أنت ليه بتجيب سيرة الانتخابات الرئاسية دلوقتي؟ إحنا بنتكلم في الإمارات جاية تنفذ وحدات سكنية في مصر، إيه دخل الانتخابات الرئاسية؟ القوات المسلحة ليست إلا سوى جهة تنظيم، وزي ما بنقول الهيئة الأنسية مش هي بتبني كل حاجة بنفسها، احنا بنتعاقد مع جميع الشركات المدنية اللي بره بتيجي تنفذ معانا.